الجيز الله يرحمه، الجيز شو واحد ضربه. اتقوا الله، اتقوا الله في الحيوانات. سامعك خويا دباس اش تيقول لي؟ هاد البلاصه الاخوان تيقول العميريين هاد البلاصه. عيا غادي نشوف الجي بي اي شحال باقي ليا من الكيلومتر. اللي تيعرف هاد الدوار هادي خليه لنا في التعليق، انا ما عرفتوش، ما عرفتش الاسم ديالو. او الاخوه اللي تيعرفوا من الدراري ديال الغرب، مولي بوسلام ولا بالقصيره ولا سي سليمان، يقولوا لنا سميتو. مولي بوسلام الاخوان بقى 28 كيلومتر، سوق الاربع 15 كيلومتر. خويا عمر الله يقرا الله يرحم الكويت. ما خويا ها؟ الله خويا جيت واحد القهيوة هنايا، القهوة ديال مولي بوس في الطريق ديال مولي بوسلام، اللوكال ديال الإخوة اللي بغيت قهوة فيها ولا دير فيها حرشة، راه عندهم حرشة. هانتوما الإخوة راه عندهم حرشة وعندهم عندهم قهوة. اخوان طريق لالا مولي بوسلام لالا ميمونه غندور لهاد الجي. تحيه الاخوان ولاد بلادي ولا تيفك، كما ان شاء الله اورغانيزيو في مدينه مولي بوسلام اول زياره لمولي بوسلام في كالا ان شاء الله. سامك فين البلاصه اش تيقول لنا؟ دار جديده. دار جديده مولي بوسلام.
السلام عليكم الاخوان. بقيت انا وصلت في هي ديال 11:32 دقيقه، كنت سارح هنا من الصباح ما تسارحتش، من بديت بالقصيري ما تسارحتش كاع، ما ريحتش. دابا عاد ريحت كما شفتوا، انا كنت كناخذ لكم شي لقطات في الطريق، هذيك ما كافيش يعني زعما باش نصور لكم شي حاجه. دابا نسارح شويه وغادي نكمل الطريق، ما بقاش شي مولي بوسلام بزاف، ما عرفتش شحال بقى بالضبط، انا نسول واحد الدري مريح داهنا ونشوف شحال بقى مولي بوسلام. خويا شحال بقى مولي بوسلام؟ ها؟ 3 كيلومتر. الله يحفظك الاخوان. كما سمعتوا باقا غير شي 3 كيلومتر المولي بوسلام، ما بقاش بزاف، لكن ما صراحه ما عيتش بزاف، اللياقه ديالي هذيك مازال مزيانه، مازال شاد في راسي مزيان، ولكن ان شاء الله غادي نسرح واحد شويه غادي نكمل. غنمشي ان شاء الله للمولي بوسلام نعود للبحر، نضرب واحد الدواره في البحر ان شاء الله وندوز على العميمه ديالي. السلام عليكم. الله تنزل لكم، هاي الله تنزل لكم. السلام عليكم خويا صاحبي. السلام عليكم. البحر ديال مولي بوسلام منا ولا منا؟ الله يحفظك، الله يرحم والديك، الله يحفظك. خويا هاد المرة ديال السنين الله يرحم لك الوالدين، الله يحفظك. Told your friend you're not okay. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.